اكبر المكاسب المهمه جدا للنادي الاهلي. اعتقد هيقدر دي لقطات طبعا من معسكر الفريق، وشايف حاجات حلوه جدا في المعسكر يعني من ضمن اللقطات ان في جو برضو يعني جميل. ده الشناوي ومعلول كمان بالظبط، الجو جميل جدا. فدي من ضمن الحاجات الحلوه يعني. ده في كذا كذا لقطات حلوه. ايوه فتبين ان في حاله من الفرح وحاله من الانسجام، دي مهمه جدا يعني. الانسجام مطلوب، وبيتهيألي يعني حضراتكم شايفينه ده على الهواء مباشره بيحصل دلوقتي في النمسا، قبل اللعيبه في طريقها من مقر اقامتها من فندق الاقامه لملعب التدريب. مارسيل كولر زي ما انتم شايفين كده ماشي النهارده، امبارح راح بيجري مع خالد بيبو امبارح. لا كمان فكره انك انت تدخل اللعيبه الجديده في 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 الحاله في المود، فكره انك انت تبعد عن الدوشه اللي موجوده صح. في مصر. لا وكمان في حاجه مهمه جدا في المعسكرات الخارجيه عامه، بتبقى بدايه لتجديد الدوافع عند اللعيبه. اللعيبه انت عندك خارجه من موسم كانوا العجل شغال واضح ان الباركينج اند كليننج. فكره انا براهن على صلاح محسن الموسم القادم يعني. انا صلاح لعيب طبعا، لعيب كبير ومع كولر طبعا، ونيدفيد كمان اهو لعيب مهم. لا هو زي ما بقول لك